مجلس النواب يعود إلى عمله وفي جعبته جملة من القوانين، وسنناقش هنا بعض القوانين. قانون مجلس الوزراء قرأه البرلمان قراءة أولى، والذي يشمل على 24 مادة، من ضمنها إلغاء قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964، إلغاء قانون مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1991، إلغاء قانون هيئة الرأي رقم 9 لسنة 2011، إلغاء قانون استحداث التشكيلة الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لعام 2011، فضلاً عن إلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلة. لكنه في القراءة الأولى جعل مجلس الوزراء مقيداً بمجلس النواب إلى حد كبير، فالقانون لم يمنح مجلس الوزراء صلاحية تعيين الدرجات الخاصة وقادة الفرق، بل اشترط أن يكون ذلك بعد موافقة مجلس النواب. قانون المحكمة الاتحادية. كثيرة هي الملاحظات من بعض النواب على هذا القانون. النائب عمار طعمة تحدث عن تجاهل القانون المادة 92 من الدستور، والتي تنص على استقلالية المحكمة وأن لا سلطة عليها إلا القانون. وكذلك تحدث عن تجاهل القانون المادة 93 من الدستور، التي تنص على وجود فقيه إسلامي ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية. وإذا بقي النقص في أعضاء المحكمة الاتحادية فلا شرعية للانتخابات القادمة، لأنها المسؤول الأول عن مصادقة نتائجها. ملحق قانون الانتخابات الذي ما زال محل جدل، فالأحزاب التي تملك نفوذا مناطقيا واسعا تريد القانون، ومن لا تملك هذا النفوذ رافضة لهذا القانون. فقارة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات لم تحسم بعد، كونها مرتبطة بالتعداد السكاني وإعادة النازحين وتنظيم أعداد المغتربين والمناطق العشوائية والمناطق المختلف عليها. فكيف لمجلس النواب أن يحل هذه العوائق التي تقف أمام القوانين المرتبطة بالانتخابات المبكرة؟